سيدي الكريم، دونالد ترامب قال كل ما لديه في لقاءاته الحاشدة المتتابعة جماهيريا، مس كل النقاط التي يظنها في صالح حشد الجماهير للتصويت له، فوضى الهجرة غير الشرعية، الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما وصفه بأنه ضعف البيت الأبيض الذي جعله مثارا للسخرية في العالم بأسره، كل هذا سيدي يقوده مجددا إلى البيت الأبيض، يعيده رئيسا للولايات المتحدة في تصورك؟ أوراقه هذه هل هي أوراق رابحة؟ يقوم ترامب برسم صورة قاتمة للغاية فيما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى النقيض تقوم كاملا هاريس بتقديم رسالة مفعمة بالأمل وأنها ستقوم بوضع جمهوريين في إدارتها، ولكن جزء مما يحدث هو أن ترامب يقوم بتحفيز الأشخاص الذين هم الآن غير السعداء بما يحدث، وأنهم كنتيجة لذلك سيقومون بدعمه في الانتخابات، وهو الأشخاص الذين عانوا خلال جائحة كوفيد. هو الآن يعتمد على أكثر داعميه قوة، وهاريس على الجانب الآخر تقوم بحشد النساء، وفي الواقع لن نرى نتيجة هذا الحشد إلا بعد عدة أيام. سيد وارك، أشرت إلى موضوع النساء الأمريكيات، وهو موضوع خلافي في الحقيقة. هناك من قال إنه بتحليل خطاب كمالا هاريس بشأن الإجهاض وبشأن نقدها شديد الحدة لكلام دونالد ترامب الأخير عن أنه سأنقذ النساء الأمريكيات حتى لو أنهن لم يردن أن أنقذهن، سأنقذهن رغم أنوفهن، هناك قدر كبير من لي المعاني والمصطلحات في خطاب كمالا هاريس بشأن كلام دونالد ترامب. دونالد ترامب يريد أن يبدو ودودا، لكن كمالا هاريس تظهره وكأنه ذكوري شديد العداء تجاه النساء. النسوة الأمريكيات في تصورك يقتنعن باتهامات كمالا هاريس؟ نعم، كان هناك إعلان مضحك للغاية تم عرضه على شبكات أمريكية عدة، حيث كان هناك امرأتان مع زوجيهما يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويتبادلون النظرات ويقومون بوضع دائرة على اسم كامالا هاريس للإيحاء بأنهم يصوتون لها، ثم يقوم أزواجهم بسؤالهم هل قمتم بالتصويت بالصورة الصحيحة؟ والنكتة هنا أن هذا قام بإغضاب عدة ناخبين من الذكور من المحافظين، وهذا يشير إلى أن المحافظين من الذكور لا يدركون أن النساء الأمريكيات غير سعداء باتجاه عدة سياسات، وربما تدفع هؤلاء النساء هاريس نحو الفوز، ولكن لن نعرف هذا الآن قبل يوم الأربعاء، لأنه سيكون أمامنا وقت العد وفرز الأصوات. محور سؤالي سيد وارك كان أنه كلام السيدة كمالا هاريس ليس دقيقا فيما يخص تشخيص موقف دونالد ترامب من النساء. دونالد ترامب يحب النساء كما تعرف. نعم،
كذين في الاعتبار أن الرئيس السابق ترامب وجد أنه مسؤول عن هجوم جنسي تجاه النساء أو اعتداء جنسي تجاه النساء، فإن هذه البيانات لم تذهب جيدا مع حيال النساء وأيضا بعض الرجال. لا أظن أن معظم الأمريكيات من النساء يأخذون فكرة أن دونالد ترامب هو حامي لهم على محمل الجد، كثير منهم لا يظنون ذلك.